السلام عليكم. ذوو الإعاقة ومبتورو الأطراف في ليبيا لهم رب كريم، فإن هم طرقوا أبواب وزارة الصحة لم يجدوا من يرد أو يهتم أو يواسيهم حتى. ثمة من هو معاق إعاقة خلقية، وهناك من كان سبب إعاقته حادث سير أو حادثة ما، وثمة من فقد أطرافه بسبب الحرب في ليبيا. كل هؤلاء يعانون إلا القليل منهم. كما تعلمون الواسطة تلعب دورا في ليبيا، حمد وحميدة، وثمة من فقد أطرافه بسبب تقصير من الجهات المسؤولة في حادثة أشبه بالغريبة. لنتابع. ربما لا يعرف كثيرون أن هناك من يعاني أبسط تفاصيل حياته، أن هناك من يكابد لإقفال زر قميص، تفاصيل قد لا يلقي كثيرون لها بالا، لكنها عند طارق مكابدة يومية يحتاج فيها المساعدة. طارق الذي لم يتجاوز 23 من عمره حرم يديه الاثنتين بحادثة، لتكون تلك الحادثة نقطة تحول غيرت حياته وللأبد. قبل كنت أموري طيبة، أموري مية مية. في 2006 تعرضت لي خطر أن هو ركبت على كابين الضي حشاق خبطنا ضي، مشان المستشفى اللي هو في المشروع الأمريكي على خبطنا ضي صر ميدان الزواج، مشان المستشفى قالك ضروري بطل، ضروري ينقطع الإيدان، ما فيش إن أمل مازال يتحرك الإيدان، ضروري ينقطع. شركة الكهرباء موصلة الخيوط بهولة مش عالقة الضي، وامتى بل ركب الضي ما جوش بلغونا ان قالوا علقنا الضي وردوا بايتكم. انا يلا رقيت الرقي هذيك نصيب، شديت الخيط الضي، ما نعلمش ان فيه ضي، ما نعلمش ان وصلت شركة الكهرباء الضي علقت الضي، ان المفروض جو بلغوا قال لك راهو فيه راهو وصلنا الضي وردوا بايتكم. لقيت روحي في خبطني ضي، ولقيت روحي في المستشفى شارع الزاوية، لقيت يدي مبتورات، ونشكر ربي نحمده والحمد لله يا رب، الحمد لله على الشيء اللي كتبنا ربي بنشبحوه. قبل 11 عاما استيقظ طارق في مستشفى شارع الزاوية بطرابلس ليجد نفسه وقد خسر يديه الاثنتين بعد احتراقهما بالكهرباء، ولتبدأ بعدها رحلة البحث عن بديل صناعي يجعل حياته أقل صعوبة، غير أن آماله البسيطة تعثرت على عتبات المسؤولين وظلت حبيسة أدراجهم. مفيش حد يبي يساعدنا بالحالة، هو مشان لوزارات، مشان لهيئات، مشان لي خليناش متراحون، مشان صندوق الضمان الاجتماعي ما باش يدير لنا راي، مشان وزارة الصحة ما باش يدير لنا راي، مشان وزارة الشؤون الاجتماعية ما باش يدير لنا راي، في مؤسسات تانية مشان لهم ما باش يديروا لنا راي. قامزين الكراسي ياكلوا في فلوسنا، يضحكوا علينا ويقولوا لنا باهي باهي باهي. ومشات وزارة الصحة هي قسما بالله قد مشيت لها قداش مرة في مرة، خلوه يقدم لنا ملف، قدمت لهم ملف، قدموا لنا ورق، في الاخير بكل دار لي رساله بقى وجاني بقى وين لتركيا، باني نمشي الرساله لتركيا، كيف نمشي لتركيا بالرساله هي ما فيش حد يستقبلني. قال لي لا برا انا بتدي مسرات ودير تاشيره تذكر وتوكل بقى الربع لمصر هذه تركيا، من اللي بيستقبلني في تركيا؟ قلت له من اللي بيستقبلني في تركيا؟ قال لي لا برا تيستقبلوك. من هو اللي بيستقبلني بعد؟ تقول لي برا اعطاني رقم واحد نتواصل معه في تركيا ما يبيش يرد علي. لتتحول الى قضيه راي عام، هذه الحاله فقد اطرافه الاثنتين، يديه الاثنتين في حادثه اشبه بالغريبه. وزارة الكهرباء لم تبلغ بأنها قد قامت بتوصيل الكهرباء إلى هذه الجهة، فلمس كابل الكهرباء فقدر الله وما شاء فعل، ليطرق الباب على عدة جهات ولكن لا استجابة، لا يرد عليه عبر الهاتف، يقول أنه لا يرد عليه، يتصل به ولكنه لا يرد عليه، يقولون له اذهب إلى تركيا، يتصل به ولكنه لا يرد عليه. ماذا يفعل الرجل؟ ماذا يفعل؟ كيف سيعيش مبتورو الأطراف وذوو الإعاقة في ظل تجاهل المسؤولين لهم؟ لماذا لا يهتم تجار الحروب بمبتوري الأطراف كاهتمامهم بهم قبل إصابتهم في الحرب؟ لماذا لا تتكفل المؤسسات الحكومية بعلاج ذوي الإعاقة ومبتوري الأطراف؟ إلى متى ستبقى هذه الفئة مهمشة من قبل المؤسسات الحكومية في ليبيا؟
أليست لهذه الفئة حقوق على المؤسسات الحكومية في ليبيا؟ ذوو الإعاقة ومبتورو الأطراف، موضوع حلقة اليوم من برنامج رأي عام. لنبدأ الحوار عبر الاتصال الهاتفي مع عبد المجيد من طرابلس وهمام من ترهونة. بك أولا عبد المجيد، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عبد المجيد. كيف حالك؟ كل سنة وانت طيب إن شاء الله. كل عام وأنت بخير يا عبد المجيد، لعلك تابعت هذا التقرير. نعم، كيف تعلق؟ ليبيا كلها إن شاء الله كلها طيبة إن شاء الله. اللهم آمين. كيف تعلق على ما شاهدته الآن؟ نعم، كيف تعلق على ما شاهدته الآن؟ والله شو بنقول لك يا ولد عمي، بالنسبة لي ليبيا كلها تعاني في ربط المسؤولين هذا اللي ماسكين مناصب وناسيين الشعب، والله العظيم والله. نعم. طيب ماذا تقول ماذا تقول برأيك، كيف سيعيش هؤلاء الذين تعرضوا لهذه الحوادث وفقدوا أطرافهم ومن هم بإعاقة خلقية، كيف لهم أن يعيشوا في ظل تهميش من قبل السلطات الحكومية في ليبيا؟ والله حسبنا الله ونعم الوكيل في المسؤولين، والله هذا كل اللي صاير في رقابهم، والليبيين كلهم مش غير اللي يعني المعاقين، كلها ليبيا كلها في رقابهم ان شاء الله والله. نعم. طيب ماذا تقول؟ رساله للليبيين بنوجهها يا اخوي محمد، انكم انت تكونوا تقعمزوا مع بعضكم، الزنتاني والمسراتي والورفلي وكلها تقعمزوا مع بعضها وخوت، وكنا وفوتونا من الامريكان وكوبر المكوبر او كوبر شين قال لنا تمت مهمتها في ليبيا، خبطنا في بعض ما بنتوكل على الله. نعم. احنا لازم نقعمزوا مع بعضنا، وكان ما قعمزناش مع بعضنا والله ما هي محلوله مشاكلنا. نعم، قلت قولا كريما يا عبد المجيد. هذه فتنه جابوها لنا الغرب، ولعبة والله لعبة إسرائيلية لتشتيت الأمة يا أخوي محمد آية. إذا فأنت ترى بأن هذا مخطط. أشكرك عبد المجيد من طرابلس، قلت قولا كريما، فيدخل اسمك إلى السحب يا عبد المجيد. إلى همام من مدينة ترهونة، مرحبا بك يا همام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا همام. خير يا أستاذ أحمد يا محمد. حياك الله، كلنا محمود، أحمد أو محمد، أهلا بك. الله يبارك فيك. ماذا تقول في موضوع حلقة الليلة؟ هل شاهدت التقرير الذي عرض قبل قليل على هذه الشاشة؟ شفته. طيب كيف تعلق على ما رأيته الآن؟ هذا الرجل، هذا الشاب يقول بأنه فقد يديه الاثنتين في هذه الحادثة عندما لمس كيبل الكهرباء، فقصدي فقد يديه الاثنتين، ووزارة الكهرباء لم تبلغهم بأنها قد قامت بتوصيل الكهرباء إلى هذه المنطقة. هذا السبب كله من الحكومات، السبب من الحكومات على جميع الثوار، حل يتموا يد واحدة يتحق قيادة دار الإفتاء يتحق، هذا الأفضل. طيب برأيك يعني هل تعتقد بأن المصالحة الوطنية هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الليبية كما قال قبلك يا عبد المجيد؟ إذا كانت تحت كتاب الله، على شرع الله وعلى كتاب الله، تحت الأفضل. مصالح لا تأتي إلا بشرع الله. نعم، إذا أشكرك همام من ترهونة، شكرا جزيلا لك. اسمك إلى السحب يا همام. إلى محمد من مدينة سرمان، مرحبا بك محمد. أهلا وسهلا بك، مرحبتين. حياك الله يا محمد، كل عام وأنت بخير. حياك الله أستاذ محمد، كل سنة وأنت طيب إن شاء الله أستاذ محمد. يا محمد، يعني هل تابعت التقرير أولا؟ والله تدي الحق. لم تتابع. نعم، إذا لم تتابع. هذا الرجل الذي ظهر في التقرير، الشاب يقول بأنه فقد يديه الاثنتين، بترت يديه الاثنتين في حادثة عندما لمس كيبل الكهرباء، فقد يديه الاثنتين، ووزارة الكهرباء لم تبلغهم بأنها قد أوصلت الكهرباء إلى هذه المنطقة، لم تكن الكهرباء موصولة. يعني من يتحمل مسؤولية هذه الحالة؟ ويقول بأنه يطرق الأبواب في وزارة الصحة في عدة أماكن ولا أحد يستجيب، كيف تعلق على هذا الموضوع؟ والله كد الحق، مرات اهتمام من الشركة، لكن اهتمام من شخص مهمل في الشيء هذا. كيف؟ الكلمات من الشركة، من شركة كهرباء. طيب ماذا تقول في المصالحة الوطنية؟
والله ان شاء الله ربك يهدي النفوس، وان شاء الله ربي يهدي البلاد والعباد ان شاء الله يا رب العالمين، ويحفظ بلادنا يا رب. نعم اللهم امين. شكرا جزيلا لك محمد من مدينه سرمان على هذه المشاركه. الى اكرم من مدينه طرابلس، مرحبا بك اكرم. تحيه لك استاذ محمد. حياك الله، حياك الله يا اكرم، وكل عام وانت بخير. يا اكرم هل تابعت التقرير في بدايه الحلقه؟ تابعت استاذ محمد. بالنسبه للتقرير استاذ محمد، ابي نوجه المسؤوليه لشركه الكهرباء هذه بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية المفروض الوزارة الصحة تتكفل بعلاج الشخص اللي تو جبتوه في الفيديو لأنه هو ضحية. نعم، إذا أنت لأنه هو ضحية يا أستاذ محمد. تحمل المسؤولية على وزارة الصحة ووزارة الكهرباء، أليس كذلك؟ اثنين يا أستاذ محمد يحملوا المسؤولية، لأنهم هم سبب بتر الأيدي للشخص هذا اللي شفتوه في الفيديو يا أستاذ محمد. نعم، طيب ماذا تقول في المصالحة الوطنية والأوضاع في البلاد؟ بالنسبة للمصالحة الوطنية إن شاء الله ربي يهدي العباد ويصلح البلاد، ويسرنا من تشتت يسرنا من تشتت، والله العظيم مستحق منا الشيء هذا اللي يصير في البلاد، ونسأل الله العلي القدير إن شاء الله في العصر الأواخر من رمضان يهدي إخوتنا الليبيين ويتصافحوا ويد يد واحدة بإذن الله في محمد. نعم اللهم أمين. أشكرك أكرم من مدينة طرابلس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، واسمك يا أكرم يدخل إلى السحب. إذا مشاهدينا الكرام كما شاهدتم هذا التقرير، إنها حالة مؤسفة، وهذه حالة من عدة حالات كثيرة. هنالك من تعرض لمثل هذه الحالات في الحروب، أثناء الحروب، تجار الحروب طبعا بطبيعة الحال يعني يهتمون بمن يحارب، ولكن بعد أن يفقد أطرافه لا يهتمون به، يهتمون به قبل الحرب حتى يحارب ليصلهم إلى ما يريدون، وبعد ذلك له رب كريم. أنتقل الآن إلى السلام عليكم. عبد الحكيم من كيكلا، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بك كل عام بخير. كل عام وأنت بخير يا عبد الحكيم، حياك الله وحيا الله أهالي كيكلا. الله يبارك فيك. يا عبد الحكيم، يعني مبتورو الأطراف والمصابين وذوي الإعاقة، سواء كانت إعاقة خلقية أو إعاقة يعني إثر حادث سير أو بنى الحرب، يعني الآن هم يعانون من التهميش من السلطات الحاكمة في البلاد، يعني برأيك من يتحمل مسؤولية هذا، وكيف لهم أن يعيشوا يعني في ظل هذه الفوضى؟ والله يا ضياء المسؤولين، هذا من الحكومات. طيب المسؤولين، طيب هنالك وزارة الكهرباء، الشركة العامة للكهرباء لم تقم بإبلاغ هذه العائلة بأنها قد أوصلت الكهرباء لهذه المنطقة، هل تعتقد بأنها على وزارة الكهرباء يجب عليها أن تتحمل مسؤولية هذه الحالة، أم وزارة الصحة هي من تتحمل؟ هم مقصرين الزوز، شركة الكهرباء الصحة. نعم، طيب يا عبد الحكيم من مدينة كيكلة، ماذا تقول في المصالحة الوطنية؟ وكان هنالك يعني اتفاقيات بينكم وبين عدة قبائل في الصلح. والله إن شاء الله ربي يلم شمل البلاد، هذا ما نقوله، إن شاء الله ربي يهديهم، إن شاء الله ربي يهدينا جميعا. نعم اللهم أمين. إذا نشكرك عبد الحكيم من كيكلة، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة عبد الحكيم من كيكلة. مشاهدينا الكرام، إذا ما تكلمنا عن شعر المصالحة الوطنية، يوم غد في المساء بحول الله سيتم يعني تحميل كل الفيديوهات التي تأهلت إلى التصويت على الموقع الرسمي للقناة، يمكنكم التصويت عليها. من يريد المشاركة فعليه أن يلحق بالركب الآن ويرسل قصيدته. إلى وليد من العربان، مرحبا بك وليد. نعم فقدنا الاتصال إذن بوليد من مدينة العربان. عودة إلى شعر المصالحة الوطنية، من يريد أن يلحق بالركب ويشارك معنا في المصالحة الوطنية عليه الإرسال هذه الليلة أو يوم غد بحول الله. إذا ما تم تحميل الفيديوهات على الموقع فلن نستطيع استقبال أي قصيدة شعرية، ولن تكون في صالح الشعر أيضا أصلا، إذ أن يعني المصوتين سيبدأون يصوتوا من يوم غد، وبالتالي سيتم تأخير هذه القصيدة. إلى إسلام من مدينة زليط، مرحبا بك. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا إسلام. الحسين المدينة درنا، عفوا الحسين، الحسين من درنا، حياك الله يا حسين وحيا الله كل أهالي درنا. نعم. مرحبا بك.
نعم وحياك الله. نعم موضوع الحلقة على المعاقين طبعا. نعم نسأل الله أن يكون في عونهم. طبعا في تقصير من كل الجهات، يعني المعاقين هم ممكن يديروا لهم جهة ويكونوا هم في الأولوية يعني. فنسأل الله أن يشفيهم وأنهم يلقوا أذان صاغية يعني عند المسؤولين وعند الحكومات وعند الوزارات ويهتموا بهم يعني. نعم. طيب يا حسين من درنا، ماذا تقول في المصالحة الوطنية؟ والله المصالحة الوطنية نسأل الله أن يرضي القلوب وأن نتسامح ونتحاب، وكفانا دم وكفانا حروب وكفانا قتال وكفانا دمار، ونسأل الله أن يهدي العباد والبلاد إن شاء الله. اللهم آمين. طيب يا حسين قبل أن أن تقفل الخط نرجو منك أن تترك رقم الهاتف لدى الزملاء الآن، لا تقفل الخط، سيتكلم معك أحد زملاء ليأخذ منك رقم الهاتف لأنك لم تعطيهم رقم الهاتف في بداية المكالمة. أستودعك الله، ابقى مع الزملاء يا حسين. شكرا جزيلا لك. إلى إسلام من مدينة زليطن، مرحبا بك يا إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا إسلام وحيا الله كل أهالي مدينة زليطن هناك. شهر طيب. كل عام وأنت بخير يا إسلام. المصابين وذوو الإعاقة وذوو الاحتياجات الخاصة ككل ومبتورو الأطراف يعانون في هذه البلاد، من يتحمل مسؤولية كل ما يحدث لهذه الفئة؟ والله نقول إذا فقدنا الاتصال بإسلام من زليتن. هل لديكم رقم إسلام من زليتن الزملاء؟ نعم، إذا معنا رقمك يا إسلام فتدخل معنا إلى السحب. نحسن الظن بك يا إسلام من زليطن، نحن نحسن الظن بالجميع وأمرنا الله بحسن الظن، لا نسيء الظن بأي شخص يعني يقوم بالحديث معنا ونقول أنه يريد أن يقول كذا، حتى إن كان يريد أن يقول نحن نحسن به الظن، طالما أننا لم نسمع منه فنتوقع أننا سنسمع منه خيرا، لا نتوقع أن نسمع منه شر، فيدخل معنا إلى السحب لأننا ظننا به خيرا. مشاهدينا الكرام، تجار الحروب يهتمون بالجنود حتى يدخلوا الحرب، وبعد أن يصيب أحدهم أو يفقد أطرافه يتركونه وشأنه، لا يقومون بعلاجه ولا يهتمون به، هكذا هم تجار الحروب في بلادنا للأسف الشديد. يعني من يتحمل مسؤولية من بترت أطرافه؟ هل أمراء وتجار الحروب أم الحكومات المتعاقبة في البلاد أم السياسيون؟ لا نعلم من. إلى إبراهيم من طرابلس، أهلا بك يا إبراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا إبراهيم. وحياك أخوي وتحية لك ونسمي المصاحب لك ولقناة النبأ النجمة المرموقة في سماء الإعلام الليبي المظلم. شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. يا إبراهيم، هل تبعت التقرير في بداية الحلقة يا إبراهيم؟ والله تابعته ودعيت للحق وتأثرت به ونقول لك الشعب الليبي حتى ولو انه مش معاق جسديا، يعني في اللي معاق فكريا وفي اللي معاق اقتصاديا وفي يعني الإعاقات حدث ولا حرج، هذا الشيء. وشيء ثاني عندي حتى بنت اختي في 2011 أمها كانت معي وهي في بطن أمها قاعدة صاروخ مضرب بجنبنا، معسكر بجنبنا، وصار لها مش عارف شو صار لها مسكينة وولدت معاقة مسكينة بأربع أطراف، وحتى مشوا قالوا لهم نرفعوكم لتركيا لكن المعيشة والسكن والتذاكر عليكم علاج بس. إذا ماذا يعني تركوا لهم؟ ماذا تركوا لهم؟ نحن الآن في تركيا هنا، يعني غلاء المعيشة كثير جدا جدا، نسأل الله الشفاء لابنة أختك ونأمل ونسأل الله أن يهدي المسؤولين ليهتموا بالرعية، نسأل الله أن يهدي المسؤولين ليهتموا بالرعية أو يأخذهم أخذ عزيز المقتدر وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. شكرا جزيلا لك يا إبراهيم من طرابلس. أنا بخصوص المصالحة المصالحة إحنا نتابعه في القنوات حكومة الوفاق، يعني يتجاهل التراث يعني جمال ليبيا يعني المطبخ قصدي شيء وفي الوقت نفسه المويدين لعملية ما تسمى الندامة الكرامة يعني عاجل وحروب وتحريض وقتل
يعني لوين ماشيين. يعني انا نقول لك راس خراط هو تخدير المنطقه الغربيه. نعم. إذن أشكرك إبراهيم من طرابلس وتدخل معنا إلى السحب يا إبراهيم. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. وأنتقل الآن إلى المكالمة التالية عبر الهاتف ومعي أحمد من مدينة جنزور. أهلا بك من منطقة جنزور. مرحبا بك أحمد. أحمد من جنزور أهلا بك. يبدو أننا فقدنا الاتصال بأحمد من منطقة جنزور. كما استمعتم إلى إبراهيم من طرابلس يقول بأن وزارة الصحة تقول لهم نحن نتكفل بعلاجكم في تركيا ولكن المعيشة والسكن عليكم. ماذا أبقوا لهم؟ يعني بماذا ساعدوهم؟ في العلاج فقط؟ نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يهدي المسؤولين. نسأل الله أن يهدي المسؤولين في هذه البلاد وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. إذا ما أردت أن تعيش في تركيا يا أحمد لمدة شهر فأنت ربما بحاجة إلى ما يقارب 7,000 أو 8,000 دينار على الأقل ليبي. يعني هذا بمعيشة تقشفية. يعني يجب على السلطات أن تهتم بكل فئات الشعب الليبي، لا تهمش فئات الشعب الليبي. نرى الدعم الكبير للحرب ونرى شراء الأسلحة ونرى خرق اتفاقيات وحظر الأسلحة وشراء الأسلحة ودفع فواتير أرقام عالية، يعني أرقام كبيرة جدا جدا، حتى يعني يحدث للشخص ستيك زي ما نقوله. يعني هذه الأمور يجب أن تصرف على ما فيه خير لهذه البلاد لا للحرب. أنتقل الآن معي عبر الهاتف. أهلا بك محمد من مدينة هون. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. حياك الله يا محمد من هون. أهلا بك. حياك الله ومشاهدي قناة الندى. حيا الله كل أهالي مدينة هون. يا محمد، يعني ذوو الإعاقة ومبتورو الأطراف يعانون في هذه البلاد ومتضرري الحرب كالطفلة التي قال عليها إبراهيم من طرابلس في المكالمة السابقة، يعني من يتحمل مسؤولية هذه الفئة؟ من؟ وكيف لها أن تعيش؟ دولة تحمل المسؤولية. ليبيا دولة غنية، المفروض الفئة هذه المفروض مهتمين بها أكثر. ما عشان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. طيب ماذا تقول في المصالحة الوطنية؟ لا ربي يجمع الليبيين. اللهم امين. اذا اشكرك. اللهم امين. اشكرك محمد من مدينه هون، شكرا جزيلا لك. تحياتي لك وتحياتي لكل اهالي مدينه هون والجفره باكملها. هناك الى ولد بنغازي من مدينه الزاويه. هو ولد بنغازي من مدينه الزاويه. مرحبا بك. مرحبا فيك. حياك الله. نهارك طيب. الله يسلمك. الله يبارك فيك. يعني انت بخير خويا محمد. كل عام وانت بخير. كل يوم نتحدث عن موضوع معين ولعل هذه الفئه يعني تعاني من تهميش حتى من قبلنا نحن كإعلاميين. يعني لا نسلط الضوء على هذه الفئة بشكل كبير كتسليط الضوء على أمور أخرى. يعني الليلة نطرح هذا الموضوع وهو موضوع مهم جدا جدا كالحالة التي كانت وعرضناها في بداية الحلقة. يعني كيف لهؤلاء أن يعيشون وأن يعني يشترون الدواء وأن يعالجوا أنفسهم في ظل وجود تخبط في البلاد وتهميش من قبل السلطات الحاكمة؟ هل سيعيشون بمرتب ضماني 150 دينار فقط سيذهب بها إلى تركيا ويعالج نفسه ويقوم بتركيب أطراف؟ ماذا سيفعل؟ تفضل تحدث. والله شو بقول لهم؟ ربي يكون في عونهم. اللهم أمين. يقول لهم أن يفوضوا أمرهم لله ويحتسبوا أمرهم لله، والمسؤوليه تقع للمسؤولين في الحكومات المتعاقبه هذه، وزاره الصحه ووزاره الكهرباء بصفه عامه يعني. لكن بالدرجه الاولى المسؤوليه تقع على الحكومه، هي المفروض تنظر لهم بشكل خاص وتهتم بهم اكثر. ذوي الاعاقه والمطيرين الاطراف. وربي يكون في عونهم وربي يسهل لهم وان شاء الله يحتسبوا امرهم لله. الإعاقة هي أول حاجة، الإعاقة في القلب ومشكلة في الأطراف. نعم. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يصلح حالنا وحال هذه البلاد. طيب يا ولد بنغازي، يعني هذه البلاد شهدت حروبا وما زال هنالك من يقول بأن الحرب هي الحل في ليبيا،
هل تؤيد هذا الرأي أم أنك تؤيد من يقول المصالحة الوطنية هي الحل؟ أيوه محمد. نعم أهلاً بك، أهلاً بك يا محمد من الخمس. ولد بنغازي يشكرك من الزاوية على هذه الكلمة الطيبة، سمعتك ماذا قلت، تريد المصالحة الوطنية، تدخل معنا إلى السحب. محمد مرحباً بك من مدينة الخمس، حياك الله. يا مرحبا بك يا محمد ارتمى، حياك الله. حييت بهذا البرنامج، حييت بهذا البرنامج الرائع، وللحقيقه تعتمد في التقرير اللي انتم عرضتوه على الشبوه بدايا ومثله الكثير الحقيقه، ونعانوا كل من ريب من هذه المشاكل اللئيمه اللي حدثت في ليبيا. ونهنيك بهذا التقديم وهذا حياك الله. شكرا لك، بارك الله فيك. يا محمد ماذا تقول لأبناء الشعب الليبي، وماذا تقول للمسؤولين الذين يصرفون الأموال على الحروب ولا يصرفونها لعلاج هؤلاء؟ والله بالنسبة للمسؤولين كل الوزارات في أي اتجاه لا حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، الحقيقة أنهم سيدين الشعب ورايحين في السفريات وفي برندوني اليوم مش عارف شنو هو وبرا بهذا الشكل هذا. نعم شكرا جزيلا لك محمد من الخمس، تدخل معنا الى السحب، حياك الله وحيا الله كل اهالي مدينه الخمس وكل ابناء ليبيا الحبيبه. الى مدينه ترهونه ومعي من هناك ام رحمه، اهلا بك يا ام رحمه. اهلا حياك الله يا ام رحمه. حياك الله يا أم رحمة، لعلك شاهدت تقارير في بداية الحلقة أليس كذلك؟ أجل. طيب كيف لهؤلاء لهذه الفئة أن تعيش في ليبيا وأن تقوم بعلاج نفسها وأن تقوم بتركيب أطراف في ظل راتب ضماني 150 دينار؟ بالضبط كلها على الدولة، بحال أكثر سيئة يهتموا بها منها المتحدة الاجتماع أكثر شيء، وهي من حاجة الدولة تهتم به. نعم طيب يا أم رحمة ماذا تقولي في المصالحة الوطنية؟ لا يتهم صاحب الوطنية، يجب على كل واحد الحق، أدعو الله يعم السلام والصلح بين الأفراد المجتمع. نسأل الله ذلك، شكرا جزيلا لك يا أم رحمة من مدينة ترهونة، تحياتي لك ولكل أهالي مدينة ترهونة. إلى أحمد من مدينة طرابلس، مرحبا بك أم رحمة، دخلتي معنا إلى السحب بالتأكيد لا تخشى شيئا، أهلا بك يا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أحمد. حياك الله يا أحمد، يعني تابعت التقرير وتابعت آراء بعض المتصلين، ما رأيك وكيف تعلق على هذا الموضوع؟ لا تعليق بصراحة. لا تعليق، لماذا لا تعليق؟ كنا نمر بالحالة هذه وإن شاء الله خير. لماذا لا تعليق؟ لدي نسبة إعاقة 60% وإن شاء الله خير. طيب ماذا تقول في المصالحة الوطنية؟ إن شاء الله ربي يجمع شمل الليبيين كلمة واحدة. اللهم آمين. إذا أنت اتصلت بنا حتى تقول كلمة في المصالحة الوطنية، وفيما يتعلق بموضوع الليلة لا تعليق، يعني صار لك استك زي ما نقوله، شكرا جزيلا لك. إن شاء الله خير ربي، إن شاء الله ربي يهني المسؤولين، ربي يهديهم حتى أمر المسؤولين. نسأل الله أن يهديهم. هي حلقة اليوم في ركز ولا يفلت على نسأل الله ذلك وأن يعني يهديهم أو يأخذهم أخذ عزيز المقتدر. شكرا لكم منك أنت يا أخي محمد كعلام بتكتب من الحاجات هذه اللي عارف المواقف. نعم بحول الله تعالى، شكرا لك يا أحمد من طرابلس، تدخل معنا إلى السحب. إلى المشاركة التالية وهي أهلا بك انتصار من مدينة غريان، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا انتصار وحيا الله كل مدينة غريان. يا انتصار من مدينة غريان، ما رأيك في موضوع حلقة الليلة وفيما شاهدته بداية هذه الحلقة، ذلك التقرير الذي يسلط الضوء على حالة من بين مئات أو ربما آلاف أو عشرات الآلاف من هذه الفئة في ليبيا؟ نقول إن شاء الله ربي يكون في عونه المسؤول لشركة الكهرباء. إذا شركة الكهرباء هي من تتحمل مسؤولية علاجه، أليس كذلك؟ حتى المسؤولين هذا الصحة. إذا شركة الكهرباء تتحمل مسؤولية قطاع الكهرباء،
وتتحمل مسؤولية أيضا هذه الحالة التي عرضناها في بداية الحلقة، ليس فقط انقطاع التيار الكهربائي، وإنما عودة التيار الكهربائي دون علم، وإنما إصلاح التيار الكهربائي دون علم أيضا، وإنما توصيل الكهرباء إلى مناطق دون علم أهلها بأن الكهرباء موصولة، وبالتالي يحدث ما يحدث ويقدر الله وما يشاء يفعل الله. الحمد لله على كل حال، ولكن يجب على هذه الشركة أن تقوم بواجبها تجاه المواطنين. طيب ماذا تقولين في المصالحة الوطنية يا انتصار؟ إن شاء الله ربي يهدي العباد والبلاد، ونحن نبقى المصالح بإذن الله. نعم. طلبي. اللهم أمين. إذا انتصار من غريان يدخل اسمك إلى السحب، لأنك تريدين المصالحة الوطنية، ومن يريد الحرب سأضع اسمه على يساري ليس على يميني، لأنه لن يدخل إلى السحب إلا من يريد المصالحة الوطنية. هذا هو برنامج رأي عام وشاعر المصالحة الوطنية الذي سيحظى بسيارة جديدة هيونداي أكسنت. إلى أم أحمد من ترهون، أهلا بك. حياك الله يا أم أحمد. حياك الله يا أم أحمد، أهلا بك. استمعي إلي من الهاتف وأخفضي صوت التلفاز. أتستمعين إلي يا أم أحمد؟ طيب. طيب يا أم أحمد، إذا كنت تابعت الحلقة، ما تعليقك على هذا الموضوع؟ تفضلي. يلا ربي يسمعونا. طيب، كلمة توجهينها إلى أبناء ليبيا، نصيحة توجهينها إلى أبناء هذا الشعب الكريم الذي حل به ما حل. ربي يهديه إن شاء الله، ربي يجمع شمله. اللهم آمين. اللهم آمين. إذا نشكرك أم أحمد من مدينة ترهونة، حياك الله وحيا الله كل أهالي مدينة ترهونة. اسمك إلى السحب يا أم أحمد، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة وهذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، هذه الليلة لم نعرض الرسائل الصوتية لأن الاتصالات قد قمنا بإصلاحها. طالما تم إصلاح الاتصالات فلن يكون أمام الرسائل الصوتية فقط إلا المشاركة، لا الدخول في السحب، وإنما يشاركون وتعرض رسائلهم هنا، يشاهدها كل الناس ويسمع الناس آراءهم في رسالة صوتية فقط، لا يدخلون إلى السحب لأن مشكلة الاتصالات تغلبنا عليها، وبالتالي الفرصة لمن سيتصل بنا ويحالفه الحظ للدخول معنا في اتصال هاتفي. الأيام الماضية كانت الفرصة مفتوحة أمامكم، وشارك من شارك. إلى عبد الحفيظ من مدينة طرابلس، أهلا بك عبد الحفيظ. عبد الحفيظ مرحبا بك. مرحبتين بك أستاذ محمد. حياك الله يا عبد الحفيظ. شحال صحابي أستاذ محمد. الحمد لله، نسأل الله أن يحفظ هذه البلاد يا عبد الحفيظ. عبد الحفيظ، كيف تعلق على الحالة التي رأيتها هذه؟ والله يا أستاذ محمد شو نقول لك، يعني هذا كله بيرجع من المسؤولين في الدولة ومن دروس الشعب ومن دروس الناس المعاقة هذه. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم والله. نعم، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ماذا تقول يا أبناء ليبيا؟ والله يعني كل شيء يتصالح ببعض ويلم شمل بعض، وهذا هو شو منقول يعني، ربي يهديهم إن شاء الله. نعم، اللهم أمين. إذا نشكرك عبد الحفيظ من طرابلس، اسمك إلى السحب عبد الحفيظ، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إلى خديجة من مدينة سبها، مرحبا بك خديجة. مساء الخير، كيف حالك يا محمد؟ الحمد لله، حياك الله يا خديجة. وبكثر، شو أخبارك؟ بخير. أنا طيب. الحمد لله، وأنت بخير، وكل عام وأنتم بخير في مدينة سبها هناك. الحمد لله، شو الأخبار؟ حالك باهي؟ الحمد لله بخير. يا خديجة، ماذا ما هو تعليقك على موضوع حلقة الليلة؟ خديجة. ألو. خديجة أتستمعين إلي؟ نعم. ماذا تعلقين على موضوع حلقة الليلة؟ والله موضوع حلقة الليلة ما سمعت كيف ضي زي. طيب أنا أقول لك، عرضنا في هذه الحلقة أن شاب بترت أطرافه وبترت يديه الاثنتين فقدهما، ذلك عندما لمس كيبل الكهرباء الذي لم تقوم الشركة العامة للكهرباء بإبلاغهم قد أوصلت الكهرباء إلى هذه المنطقة، يعني وبات من ذوي الإعاقة. يعني من يتحمل مسؤولية هذه الحادثة، ومن يتحمل مسؤولية علاج هذه الفئة في ظل المرتب الرديء؟ يعني جدا 150 دينار.
مرتب لا يكفي طبعا. انا كل النوم نشط على الحكومه، معناه الحكومه يا ريت معناه حتى تساعده ولو بجزء بسيط معناه. نعم معناه كل النوم هو يا اخويا محمد. يعني الحكومه هي من تتحمل ذلك طبعا. الحكومات يعني ضعيف معناه الحكومات وحتى الراتب هو اصبح ضعيفا يعني ما في حتى زياده يعالج نفسه بنفسه يعني. يا ريت الحكومه تقوم بحتى تعويض لهذا الشخص معناه وكاين معناه يشتغل معناه يبدي ولو جزء بسيط من الكهرباء معناه للناس معناه هذا 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 قط يوم معناه يبي يعيش حياته والدولة ما أعطتها ولا حاجة. نعم طيب يا خديجة ماذا تقولين في المصالحة الوطنية؟ نتمنى والله يا أخي محمد من كل الليبيين معناه حقن الدماء والمصالحة الوطنية معناه ويا ريت يعني يكونوا يد وحدة وزي طير في لاجئين عرب دورقة معناه يرجعوا لأراضيهم هذا اللي نتمناه معناه الصفح والتسامح. نعم اذا احنا اصلا في النهايه نعم اشكرك اذا خديجه من مدينه سبا اسمك يدخل الى السحب على هذه الكلمه الطيبه. مشاهدينا الكرام ساخرج بكم الى فاصل قصير ومن ثم نواصل هذه الحلقه حتى يتم السحب على الفائز في هذه الليله. ابقوا معي بعد قليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد إلى الجزء الثاني حيث سيتم السحب على الفائز. قبل أن نبدأ بعملية السحب معنا أشرف ينتظر قبل هذا الفصل. أهلا بك يا أشرف. أهلا يا محمد مرحبتين. حياك الله يا أشرف كل عام وأنت بخير. الله ينور يا أخوي. حياك الله يا أشرف. يعني ماذا تقول في موضوع حلقة الليلة؟ الله يا محمد رأوه مش أول واحد تعرف يعني في هلبة ناس مبتورة وناس متضرره من ناحيه القصه هذه فانا والمسؤولين مقصرين هلبا من ناحيه الناس هذه فانا وشوف الجمعيات الخيريه هم اللي قايمين بشيء يعني الناس العاديه والدوله ما لها بشيء يا محمد. نعم طيب ماذا تقول في المصالحه الوطنيه في اقل من دقيقه؟ اسمك دخل الى السحب يا اشرف. ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يهدي البلاد والعباد ويحقن دماء الليبيين يا رب. اللهم امين. اذا اشكرك اشرف شكرا جزيلا لك واسمك في السحب. يا محمد ماذا؟ ليلتك اسعد يا اشرف. ليلتك اسعد يا اشرف نسال الله ان يسعد كل ايامك وايام كل ابناء الشعب الليبي. اذا الى فقره السحب مشاهدينا الكرام ونضع هذه الاوراق في هذا الصندوق الزجاجي ونبدا بخلط هذه الاوراق حتى يتم السحب على اسم واحد من المشاركين معنا في هذه الحلقة. نسحب ورقة بشكل عشوائي من سيكون الفائز في هذه الليلة. سيتم السحب على جائزة واحدة والجوائز الأخرى مؤجلة إلى الخمس أيام أخيرة في رمضان حيث سيتم السحب على جائزتين بحول الله تعالى. الآن نسحب ورقة بشكل عشوائي وهي إلى أكرم من طرابلس وهو الاتصال الرابع. بارك الله لك يا أكرم كنت رابع متصل معنا في هذه الليلة. اسمك في السحب يظهر الآن يحالفك الحظ لتفوز بالألف دينار ليبي. شكرا جزيلا لك يا أكرم من مدينة طرابلس. إذا كان أكرم جاهز عبر الهاتف. نعم من الزملاء يتصلون بك يا أكرم الآن. نعم كل ليلة لدينا هذه الفقرة وهي شعر المصالحة الوطنية ومن يقول قولا كريما يدخل إلى السحب ومن لا يقول قولا كريما لن يدخل إلى السحب. إلى أكرم أهلا بك. أهلا بك أكرم.
إذا أكرم لا يرد على هاتفه. يبدو أنه منشغل بالسحور. نعم نعم، أهلا بك أكرم. أهلا بك أستاذ محمد، حياك الله، بارك الله لك هذه الجائزة يا أكرم. الله يبارك فيك ويرحم والديك يا أخي محمد. يبدو أنك منشغل بالسحور أليس كذلك؟ والله لا تو كيف سحرت وندعي وإن شاء الله ربك يربحنا في الليلة مباركة هذه. استجاب الله لك هذا الدعاء، يعني عسى أن تكون ليلة قدر، لا نعلم، فالعلم عند الله تعالى، نحن في العشر الأواخر، نسأل الله أن يعتق رقابنا من النار. على كل حال يا أكرم، هذه الجائزة بارك الله لك ستستلمها في نهاية هذا الأسبوع. ماذا تقول كلمة للشعب الليبي؟ تفضل. والله بالنسبة لكلمة الشعب الليبي يا أستاذ محمد، أنا متأكد 100% أن ما فيش حد ما يبيش مصالحة وطنية في البلاد، لأن الناس تعبت والناس معناتها اشمئزت والناس معناتها فقدت الأمل، ولكن ندعو بإذن الله في العصر الأواخر إن شاء الله ربي يهدي البلاد ويهدي العباد وتصافي الليبيين زي قبل وأحسن. نعم. وبإذن الله إن شاء الله الخير يا أستاذ محمد. نعم، بحول الله تعالى. شكرا جزيلا لك يا أكرم، وبارك الله لك هذه الجائزة. أستودعك الله وأستودعكم الله مشاهدينا الكرام، وأشكركم على حسن المتابعة والاستماع. ألقاكم ليلة غد بحول الله تعالى، إن قدر الله لنا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.